ناقد السينمائي المصري رامي عبد الرازق، أهلا فيك بمهرجان الفيلم العربي في الدورة الخامسة لهذا العام، موجود معنا لمناقشة عدد من الأفلام. يمكن بداية لو تخبرنا برأيك ببرنامج المهرجان. الحقيقة أنا دي أول مرة أحضر المهرجان، وأنا سعيد جدا بالتظاهرة. أنا اكتشفت وجود تظاهرة سينمائية حقيقية خلال شهر رمضان، وهو من المواسم اللي معروف إن الدراما التلفزيونية بتكون مسيطرة عليها. فبالتالي عندما تفكر الهيئة الملكية في صياغة أو إقامة تظاهرة سينمائية استغلالا للأجواء الرمضانية، خاصة فترة بعد الإفطار، أنا شايف إن دي كانت فكرة جيدة. واستمرار المهرجان طوال ال5 سنوات، يعني دي الدورة الخامسة، ده يعني نجاح وإقبال، لأنه لو لم يقبل الجمهور لما استمرت الفكرة. فبالتالي أنا شايف إن دي فكرة جيدة، واختيار موعد رمضاني ده اختيار جيد في محاولة، مش طبعا لمنافسة الدراما التلفزيونية، ولكن للحد من أو استقطاب جمهور بالنسبة له مشاهدة الفيلم السينمائي ربما أهم من مشاهدة المسلسل التلفزيوني أو بتوازيه يعني. واستمرار الفكرة دي سببه الرئيسي في رأيي أنا هو وجود برامج جيدة للدورات السابقة، وتحديدا الدورة الحالية. إحنا عندنا 8 أفلام فيهم تنوع كبير أوي، سواء على مستوى الدول، سواء على مستوى ما تمثله هذه الأفلام من إنتاجات هذه الدول. بمعنى إن إحنا مثلا لو بصينا للفيلمين المصري المشاركين، اللي هو ديكور وبتوقيت القاهرة، الأول من إخراج أحمد عبد الله والتاني من إخراج أمير رمسيس، الاتنين بيمثلوا مخرجين شباب، الأجيال الشابة من السينما المصرية، نوعين مختلفين تماما. النوع الأول سايكو دراما، فيلم بيدور في أجواء نفسية. النوع التاني هو نوع اجتماعي. فبالتالي مشاهدة الفيلمين دول من الممكن أن يعطوا فكرة جيدة بالنسبة للمشاهد الأردني أو حتى المشاهد العربي الحاضر للمهرجان عن المستوى الحالي بالنسبة للسينما المصرية. في المقابل عندنا نماذج من السينمات التي لا تنتج عدد كبير من الأفلام مثل السينما المصرية، ولكن لديها إنتاجات سينمائية جيدة. عندنا مثلا الفيلم العراقي تحت رمال بابل للمخرج محمد دراجي، اللي كان فاز بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان أبو ظبي في دورة 2014. عندنا وداعا كارمن من المغرب، وده بيمثل توجه من توجهات السينما المغربية المعروفة بأنها أكثر السينمات العربية اهتماما بالتجريب، سواء على مستوى أساليب السرد أو على مستوى القصص والحكايات وأساليب الإخراج. عندنا الفيلم الفلسطيني برضو اللي فيه قدر من التجريب، اللي هو سارة 2014 لخليل المزين. عندنا تجربة أرواد لسامر نجاري، ودي تجربة بتقع ما بين الروائي والتسجيلي. أنا شايف كمان إن في حضور لتجارب من سينمات غير معروفة وغير مشهورة، زي مثلا إيقاع الأنتينوف للفيلم السوداني. ونادرا ما بنلاقي مهرجان فيلم عربي بيضم فيلم سوداني، لأن السينما السودانية هي سينما محدودة جدا وقليلة الإنتاج بشكل كبير، وأغلب إنتاجاتها بتعرض في المهرجانات المتخصصة، زي مثلا مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أو مهرجان واجادوجو للسينما الأفريقية في بوركينا فاسو. فبالتالي وجود فيلم سوداني في مهرجان للفيلم العربي بعمان بالأردن، أنا شايف إن ده إسهام جيد جدا على مستويات كثيرة. لأن لا أين سوف يتسنى للمتلقي الأردني أو للمتلقي العربي مشاهدة فيلم سوداني؟ ربما لا يعلم الكثيرين أن السودان بها سينما من الأساس. فبالتالي ده بيدل على عمق الاختيار وجودته وتنوعه، لأن ليس هناك أسهل من اختيار أفلام مشهورة، أفلام تجارية، أفلام تحقق إقبال جماهيري من نوع خاص. ولكن أنا في رأيي أن ما يميز مهرجان الفيلم العربي هو توجهه ناحية الثقافة السينمائية بالأساس، وبالتالي اختياراته الأفلام ربما هي ليست أفلام تجارية مشهورة، يعني باستثناء الأفلام المصرية لأن فيها نجوم معروفين على مستوى الوطن العربي، ولكن توجهه بالأساس لأن يكون التنوع تنوع ثقافي
وسينمائي ذو عمق ورؤية بيعبر عن السينمات العربية في الفترة الآنية وليس مجرد عروض أفلام تجارية تستقطب عدد كبير من الجمهور. يعني لحد الآن كيف لقيت تفاعل الجمهور الأردني مع محتوى الأفلام خلال النقاشات؟ الحقيقة أنا شايف أن التفاعل جيد، أولاً أنا شايف أن الإقبال جيد على مستويات كتيرة. تقريباً أغلب العروض اللي أنا حضرتها من وقت ما جيت كانت تقريباً فول هاوس، الجمهور موجود بكثافة، الجمهور متنوع ليس فقط من الأردنيين ولكن أيضاً من الجاليات العربية المقيمة بعمان. امبارح مثلا الفيلم العراقي استقطب عدد كبير من العراقيين الموجودين في عمان. الملاحظة الثانية أو الثالثة كمان هو وجود جمهور أجنبي من الأجانب المقيمين بعمان، وده جمهور ذو ذائقة خاصة، فبالتالي رغبة هذا الجمهور في التعرف على تجارب من السينما العربية ده بيعتبر إنجاز كبير جدا بالنسبة للمهرجان وبالنسبة للهيئة الملكية أن تستطيع أن تستقطب هذه الشرائح من الجمهور لكي تعرفهم بإنتاجات السينما العربية أو بتجارب السينما العربية. فيما يخص تفاعل الجمهور بعد الأفلام، أنا شايف أن التفاعل ده تفاعل جيد على مستويات كتير. عدد الجمهور الذي يبقى بعد عروض الأفلام عدد لا بأس به، المغادرين بيبقوا قليلين. كلما كان الفيلم مثير للجدل زي الفيلم العراقي مثلا تحت رمال بابل، كل ما كان النقاش بيكون حاد وفي قدر من السخونة دون تجاوز بالطبع، ولكن في قدر من كبير من التفاعل. أتصور أن الأفلام المتبقية سوف تحدث نفس التأثير يعني، وشايف أن دي فرصة جيدة جدا لخلق مساحة حوار، وخصوصا مع إمكانية استضافة مخرجين. يعني محمد دراجي كان موجود، المخرج السوداني كان موجود، فأول يوم كان خالد أبو النجا وأحمد سوري. عبد الله موجودين، فمهم جدا أن يكون هناك تواجد لصناع الأفلام من أجل الاحتكاك المباشر مع الجمهور وإجراء حوارات ما بينهم، لأن ده جزء من استكمال الرؤية بالنسبة لمشاهدة أي فيلم، هو القراءة عن الفيلم أو لقاء صناع. يعني هيك بنظرة عامة، يمكن كناقد سينمائي كيف تقيم الحركة السينمائية في الأردن؟ الحقيقة أنا شايف أن الحركة السينمائية في الأردن بتتطور تطور جيد خلال السنوات القليلة الماضية. شايف أن في أسماء أصبحت تطرح نفسها بقوة، محمود المساد، يحيى العبد الله. شايف الحقيقة كمان أن رغم أن إنتاجات السينما الأردنية قليلة إلا أنها مميزة، وربما لأنها قليلة فالمهرجانات العربية أو المتلقي العربي بينتظرها بشكل أو بآخر. رامي عبد الرازق الناقد السينمائي المصري، شكرا لك مرة أخرى على تواجدك معنا. شكرا.